السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك، من نبيك؟ تقول هو محمد عليه الصلاة والسلام، ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. السلف الصالح كان يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما تلقن أنت الفاتحة والتشهد، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. له من العمر 63 سنة، 40 قبل النبوة، 23 نبيا ورسولا. هو نبي ورسول. أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الخمس الآيات الأولى من سورة العلق. وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول، يا أيها المدثر، نبي بإقرأ، أرسل بالمدثر، بلده مكة، ولد بمكة، وهاجر المدينة عليه الصلاة والسلام. إلى ماذا يدعو؟ هذا أهم ما يكون، أو من أهم ما يكون، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ندعو إلى ما دعا عليه الصلاة والسلام. إلى ماذا يدعو؟ يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى من بعث؟ من يعرف؟ إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى الثقلين، الجن والإنس. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر، مخلد في النار خلود أبدا لا يخرج منها أبدا، كان من كان، يهودي، نصراني، مجوسي، سمي ما شئت. أصلا هذا كاذب في قوله أنه متبع لموسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام، لأن موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام أمروا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر أن أتباعهم لابد أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وإلا كفر. إذن اليهود والنصارى الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والذين في زمن الآن بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بكفار، والله ما نغشهم، ننصح لهم، نقول أنتم خالفتم ما جاء به موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. هل هذا الدين كمل أو لا؟ من نعمة الله على هذه الأمة نعم كثير، منها أن هذا الدين كمل، لا يستطيع أحد أن يبتدع شيئا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا اتباع. مات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يلحق ما يلحق البشر عليه الصلاة والسلام. فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس قبل الهجرة بثلاث سنين عليه الصلاة والسلام، لم يترك شيئا يقرب إلى الله إلا وأمر به، وعظم ما أمر به التوحيد، ولم يترك شيئا يبعد عن الله إلا ونهى عنه، وعظم ما نهى عنه الشرك، والله أعلم.